مساء الخير الصديقات والأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على جريمة قتل الشاب عماد في مركز جماعة ولاد زباير الحد بإقليم تازة. جديد في القضية هو الاعتقال ديال ثلاثة الشبان، واحد فيهم بمثابة المتهم الرئيسي، يعني هو اللي قتلو، وجوج صحابو، واحد فيهم كان حاضر الواقعة والنزاع وشارك، والثاني تستر على الجريمة وما بلغش. هاد الثلاثة جدهم جدرمية ديال وادا مليل، وحالهم على الوكيل العام محكمة الاستئناف تازة اللي أمر بالإيداع ديالهم في الحبس في انتظار الشروع في المحاكمة ديالهم بالمنسوب إليهم أمام غرفة الجنايات. المتهم الرئيسي كيواجه الجناية ديال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى الموت، وصاحبه اللي كان معاه بتهمة المشاركة وزيد عليها حتى عدم التبليغ عن وقوع الجناية. هاد عدم التبليغ متابع بها حتى متهم واحد آخر ثالث. نرجع دابا نهضر لكم على شنو وقع وكيفاش حتى تقتل الضحية، وهو الإشارة في الثلاثينات من عمره، سميتو عماد الله يرحمه وصبر أفراد عائلته. السبب هو خلاف بسيط وتافه وقع في واحد البلاصة وسط مركز حد ولاد زباير ليلة الخميس 2/3/2023، ماشي 9:30 ديال الليل. الضحية لقاوه الناس طايح على جنبه وعنده جروح في رجليه اليسرية، مضروب موس، وتهز لارجونس في المستشفى ديال بنوباجة في تازة، لكن مسكين مات في الطريق. الله يرحمه مات في لابيلانس اللي تأخرت، ما حضرتش بالسرعة اللازمة. الجثة ديالو تهزات لامور، تشرحات وتدفن في المقبرة في ديك الجماعة. الله يرحمه يوسع عليه ويصبر عائلته. شنو وقع في ديك الليلة؟ اللي كاين الرواية المتداولة أن السيد كان واقف في ديك البلاصة، المتهم الرئيسي وصاحبه كانوا جايين وقفوا شافوه هز التليفون في يديه، واحد فيهم زاد عنده بدا كيعاتبو، قال له علاش تصورني، اعتقد باللي راه صورو. بدا العتاب وقع اللي وقع كما غادي تسمعوا في هذا المقطع ديال الفيديو اللي جبناه لكم، وهو الاشاره جبناه من تمثيل الجريمه اللي داروه جدرمية بحضور النيابة العامة وحضور جماهيري كبير في مسرح الجريمة. وكنقولوا تمثيل الجريمة وما كنقولوش إعادة تمثيل الجريمة كما يتداول خطأ من طرف الكثير من الناس. نخليكم تشوفوا أولا هذا المقطع الفيديو وعاد نرجع نهضر على الجريمة. شفتوا من هاد الجهة من هنا ايو فين كان، فين كان هذا، فين كان عماد، فين كان واقف عماد؟ هي هذيك البلاصة راه فين هي هذيك البلاصة اللي واقف هذاك السيد دابا، هذاك المونيكا ها هي هذه هاك ديك زيد انت واقف نتايا كان هنايا، هي هذيك فاش عيط لها انا يفكني. راه 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 مشيتي عنده زيد؟ لا سير سير انت عنده هنا ايه عاد من ضربني بونيه لهنا لما كان شحال هذا كان كان غدروا في جهه الضفه قالوا ايه صافي انا جيت نهار فين مشيتي عند صاحبك هنايا؟ مشيت عند صاحبي ايه الموسم من عطيتيه العشاء منين هربتي انت؟ منين مشيتي انت؟ هربت من هنا هذا بدون منين مشى؟ بدون انت منين مشيتي؟ هربتي انت من هنا من الجهه من هنا؟ ايوا هذا خليتيه باقي حي كان عود كان كيعيطوا مع المزيد الشاطر اليوم مشيتي من هنايا من مشيتي؟ حالي انا من سمعت الشاطر راجل كيقزروني ولا شي حاجه بحال هكا. اييه تلاقيتي مع اسامه؟ عطيتو هذه خبيها عليه. عطيتيه الموت؟
كيفاش يخبيها؟ صافي يخبيها يخليها عنده وقتها. هاتي لي سير له حاول اش ندير شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين. صافي هادشي اللي كاين. عاد تما مشيتي كنتي في الكار زدتي. صافي 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 هادشي للاسف اللي وقع في ديك الليله كما حكاه المتهم الرئيسي في تمثيل الجريمه. ضربوا في رجليه وناض وهرب هو صاحبه بعد ما عطى الموصل صاحبه باش يخبيه. راكم سمعتوا الروايه كما حكاها المتهم الرئيسي في تمثيل الجريمه واكدها في الاعترافات ديالو في محضر رسمي امام الضابطه القضائيه ديال الدرك ديال ودملي. خلو السيد طيح كينزف وهربوا حتى لقاوه الناس وداوه للطبيب في لابيلانس اللي تعطلات واحد المده الشيء اللي تسبب ليه في مضاعفات صحيه. ضحيه مسكين مات نتيجه نزيف دموي بعد ما سلم منه دم كثير من رجليه. الجثه تصرحات بامر من الوكيل العام والضابطه القضائيه دارت محضر جدرميه. ملي توصلوا باخباريه ديال الوفاه الهالك عماد الله يرحمه بدا البحث ديالهم. سمعوا الافراد من عائلته باش يفكوا لغز هذه الجريمه وباش يعرفوا شكون اللي قتل هذا الشاب ورزع عائلته فيه في عز الشباب والله يرحمه والله يصبرهم. كما سمعتوا السبب تافه جدا على الصورتينين جاء عندهم مشى باش يعاتبوا ضربوا بونيا كما حكى المتهم الرئيسي ولا حول ولا قوه الا بالله. ضربوا بونيا جمعوا بنص طاح الجاني هبط عليه الضحيه عيط لخوه قال لك باش يجيب الشاقور وانا ضربته بموصل الراس ومن اللي ما بغاش يبعد مني ضربته رجلو جوج ضربات. هذه الروايه اللي قال الجاني اثناء تمثيل الجريمه في المسرح ديالها فين وقعت. للاسف الشديد عمليه تمثيل الجريمه وماشي اعاده تمثيل الجريمه كما كيقولوا شي وحدين هذا غير خطا. اصح هو تمثيل الجريمه وماشي اعاده تمثيل ديالها. عملية التمثيل كادت تتسبب في شي كارثة الأولى اليقظة ديال المصالح الأمنية والقوات العمومية اللي حضرت بكثافة عمل العملية بحضور جماهيري كبير. داروا الجدرمية والقوات العمومية حاجز باش ما يوصلش لفين كاين التصوير. شي وحدين من العائلة ديال الضحية الله يرحمه حاولوا باش يهجموا على المتهم أثناء تمثيل الجريمة. الله يحسن العوان الحالة اللي كانوا فيها حالة يرثى لها. ماشي سهل تفقد شاب في عز الشباب كان يشكل حلقة أساسية في وسط العائلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. راكم شفتوا داكشي في المقاطع ديال الفيديو المتداولة من تمثيل الجريمة. نزيد نقول لكم على أنه ضحية مسكين طاح كينزف جاني مشان رجع عند صاحبه عطاه الموس باش يخبيه وهرب. هربوا بجوج لشان يشد الكار وهرب مشى لشي دوار فين غادي يجيبوه جدرميه ويتشد. جابوه المخفر ديال الدراك هو وصحابو بجوج حتى اللي ما بلغش سمعوا ليه في موضوع المنسوب اليهم بمن فيهم كما قلت ديك السيد اللي ما بلغش ولا حول ولا قوه الا بالله. شتو كيفاش على اتفه الامور كتوقع جرائم بشعه كيضيعوا فيها شحال الناس ماشي غير اللي مات حتى اللي قتل العائله ديالهم بجوج غيسوفريو. وهنا غنستحضر واحد الحديث وقع نهار الجمعه والبارح امام اعداديه القدس بمدينه فاس. شي تلميذ في المستوى التاسع اعدادي كان كيتظر باش يدخل الحصه ديال الخمسه ديال العشيه. قالوا شي سوء تفاهم مع ثلاثة ديال التلامذ حتى هما في نفس المؤسسة. ضربوه بسنسلة راسو جسد ضربة في عينه تفقات عينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي عرفتو علاش؟ لأنهم قالك ما قالك كان كيشوف فيهم وبغاو يعذبوه. شتو كيفاش بنادم صبح كيتصرف والتهور فين كيوصل بنادم. شكرا لحسن استماعكم والى فرصه لاحقه دمتم او في القناه ودامت افراحكم.